أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا كرة روتانا دوت نت من برنامج البصمة وكرة شو على الفيسبوك وبرنامجنا على اليوتيوب. كان معنا في الأجزاء السابقة من الحلقة الأستاذ مساعد العبديدي والأستاذ محمد البكيري، يتواجد معنا في هذا الجزء من الحلقة الصحفي أثار كثيرا من الجدل في الفترة الأخيرة في الأوساط الرياضية السعودية. قبل أن نبدأ معه فقرة للتوضيح، التقرير التالي يعطينا تعريف بسيط عن ماذا يفعل هذا الرجل. بمجرد أن تقرأ خبرا رياضيا مثيرا للجدل أو ملفتا للانتباه في صحيفة سبق، فإنك تكاد تجزم وبنسبة كبيرة بأن من وراء هذا الخبر أو ذلك الحوار هو عبد العزيز العصيمي، ذلك الرجل الذي لم تعرف هويته بعد. هل هو صحفي رياضي؟ أم صحفي اجتماعي؟ أم صحفي سياسي؟ حوارات ساخنة وتصريحات قد لا تجدها عند غيره، أخبار مثيرة للبعض ومستفزة للبعض الآخر. لكن الملاحظ على هذا الرجل أنه ما بين فترة وأخرى يستغل الفطرة الدينية التي وجدت بداخلنا ويلعب على وترها، فيثور الكثير حبا للدين ولو أن الدين أحيانا لا يقر ما ثار لأجله هؤلاء. ولا أحد ينسى قضية رادوي والوشم الموسم الماضي، وها هو يكرر نفس السيناريو مع بينو لاعب النصر الكولومبي الجديد. فتجدك أحيانا تتساءل ماذا يريد هذا الصحفي من الهلال أو النصر أو حتى من القضية برمتها. وفي تارة أخرى يثير قضية ويسردها للقارئ كمسلسل تضطر أن تتابع مستجداته بشكل يومي، ثم ينهيها بأسلوب جميل ونهاية سعيدة تتوقف معها القضية كاملة. وعلى العكس تماما في بعض القضايا، تصاريح نارية متبادلة تبدأ بتصريح الطرف الأول بشكل قوي وتنتهي برد الطرف الآخر بشكل أقوى، كما حدث بين العويران والبلطان، ليبقى محبي الطرفين في جدال طويل كان سببه العصيمي. مصادره في أحيان غريبة تجعلك حائرا، لكنها تأتي في مواقف أخرى على لسان شخصيات رياضية معروفة ومع ذلك لا تجد لها أثرا. لكن للأمانة، وهي كلمة حق تقال باتجاه صحفي أثبت نفسه وبقوة في الفترات الماضية، ألا وهي قدرته على إعادة الوجوه الرياضية التي مر على غيابها مدة ليست بالقصيرة، تمتد أحيانا للسنوات، ويجري معها حوار يثير الوسط الرياضي. وقبل أن أنهي هذا التقرير إليكم هذه الملاحظة، لو تمنيت أن تعرف ماذا حل بلاعب اختفى عن الأنظار، فعند عبد العزيز العصيمي تجد الخبر اليقين. مسفر الخثعمي، كرة. كان هذا التقرير تعريفي بالصحفي عبد العزيز العصيمي. بونس مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا. انت وظيف معنا هذا الموسم في فقره للتوضيح فقط. شرفني وبالعكس انا مبسوط على التقرير. الله يعطيك العافيه اخوي تركي. بونس، اول ما قلت امس للناس وعلنا انه انت معنا ضيف في فقره للتوضيح، يعني كثير ناس قالوا لي الصحفي المجنون، يعني يسمونك الصحفي المجنون، يعني ايش تبغى بالصحفي المجنون؟ ايش بتتكلم مع الصحفي المجنون؟ هذا المجنون سيرجو لاعب الاتحاد. لا ليش يسمونك كذا؟ يعني اغلب الوسط الرياضي كانوا يطلقون، يعني كل ما كلمتهم قالوا صحفي مجنون مجنون. ايش السبب؟ يمكنني على طبيعتي، انا ما اتكلف يا تركي، وبالعكس يعني انا يمكن شخصيتي اللي يعرفني عن قرب اني شخص يعني مرح جدا وعلى بساطتي ولا اخفي، يعني مو باللي على القلب، يعني اللي على قلبي على لساني. فيمكن هذا اساس ان هذا مجنون يقول كل شيء. يعني انت تشوفها مدح ولا تشوفها ذم؟ الله يا اخي ما ادري، انا ما همني. ولا المدح بما يشبه الذم في اللغه العربيه؟ ممكن هدفهم شيء ثاني، ممكن هدفهم مجنون، يعني يمكن جريء فيه جراه. ويعجبك هذا الموضوع ان انت مسمينك الصحفي المجنون؟ والله تركي انا ما ادري، اذا كان هو هدفه انه مجنون يعني بسخريه اكيد انه يزعجني، لكن اذا كان هدفه اني انا مجنون يعني انت ايش فاهم؟ طيب والله ما ادري، انا قال لي واحد او اثنين تقريبا، ما مو بهالتصور اللي تصورته. والله انا هذا اللي صار معي امس ولليوم، يعني
وجهة نظر. طيب خلينا نبدأ بال عبد العزيز العصيمي، صحفي يبحث عن الإثارة ولا تبحث عن المشاكل؟ لا شوف، أنا بجي أوضح شغلة بس، يعني صحيفة سابقة يعني اللي أنا أنتمي لها وأنا كعبد العزيز العصيمي مستحيل أن أبحث عن المشاكل أبدا. يمكن مواضيع شرح أنها مثيرة قد تكون يعني فيها قوة في الطرح والجراءة، وأنا شخصي طبيعتي أني ما تحفظ على شيء، يعني حتى عندنا رئيس التحرير مسي على بخير الأستاذ محمد الشيري معطيني مساحة كثيرة يعني أستاذ تركي أني أتكلم وأطرح القضايا بكل جراءة. فهي صحيفة سابقة كلها تعتمد على الجرأة، يعني ما أتوقع أني أنا الوحيد اللي هنا في الصحيفة أني أنا أملك الجرأة. الصحيفة كلها تقريبا سبق معروفة الحمد لله، ولا هي بشهادة أحد أني أنا أزكيها ولا أحد يجي يزكيها سبق. لا بس أنت الحين ما جاوبني، أنت تبحث رجل تبحث عن الإثارة ولا تحب تسوي مشاكل؟ الإثارة، لا مشاكل ما بحث، يهمني الخبر يكون الخبر نفس المحتوى يكون نفس العنوان مثير، يعني ما مستحيل نبحث عن مشاكل. أنا ما أبغى المشاكل بالعكس. أنت ما تبغى المشاكل؟ ابدا. عبد العزيز العصيمي ما يبغى المشاكل. انت اكثر واحد تسوي مشاكل في الوسط الرياضي. انت استاذ تركي، انت استاذ تركي ترى ان هذا الشيء الطرح الاعلامي مشاكل، هذا شيء رجع. لا مش رايي انا كل الناس اللي اتكلم معهم، يعني كل اللي قلت لهم عبد العزيز العصيمي قالوا واحد صاحب مشاكل يحب يعني يشربك الناس في بعض. لا ممكن طرح الجريء شوي، يمكن قالوا عنه مشاكل. طيب ايش تعريف الاثاره عندك؟ انا ودي اعرف تعريف الاثاره. الإثارة مطلوبة في الصحافة، وأنت تعرف هالشيء. بالعكس أنا أحب الخبر يكون مثير. أنا ما أحب ثلاث باقات ورد لمن توديها، ثلاث باقات ورد لمن توديها ولا خبر أردف وقال. أنا أحب الخبر يكون مليان، يكون فيه أكشن على قولتهم. لكن هذه طبيعتي أنا وطبيعة ستايل الصحيفة تكون مثيرة دائما. أنا صاحب يبحث عن الخبر ما يهمني أنا. طيب أنت من الناس اللي عندك رقيب ذاتي ولا لازم الرقيب يكون من برا، يعني علشان المادة تكون صالحة للعرض للقراء من عدمها؟ في رئيس تحرير، ترى على فكرة معلوماتك يا تركي، أنا أرسل مواد للصحيفة بحيان ما تنشر زي جريدة، بحيان تنشر، يعني أنا ماني والله أفرض يعني الخبر، في خبر أرضى على رئيس تحرير جويزة رئيس تحرير ينشر. انت ما عندك رقيب ذاتي في نفسك، يعني ممكن رئيس التحرير مثلا من مبدا الثقه يترك لك اي ماده تخرج على لا رئيس التحرير يفهم الصحفي اللي ينشر واللي ما ينشر، زي كذا يطلع فقره في البرنامج انت تعرف اللي ينشر واللي ما ينشر، اللي يعرض للساده المشاهدين واللي ما يعرض، هذا رئيس تحرير هو ايضا. اي بس انا يمكن اجي عندي في البرنامج واسمح مثلا في تصريح انه يتم تبادله بين مثلا زي تصريح خالد البلطان وسعيد العوران، لما قال سعيد العوران انه تاريخ قدمي اليسرى في الملاعب اكبر من تاريخ خالد البلطان. ايش رايك في التصريح؟ اسالك انت. انا بسالك ايش رايك في التصريح؟ انا اسالك انت، موجود عشان انا اسالك مو عشان تسالني. شوف التصريح هذا بقول لك شيء، انا اخذ بعد كثير والناس دخلوا في النيات وقالوا ان عبد العزيز العصيمي يبحث يريد ضرب نادي الشباب وخالد بلطان. انا شوف انا احترم نادي الشباب ككيان واحترم الاستاذ خالد بلطان واحترم جميع الوسط اللي انت من الوسط الرياضي. الحقيقه شوف انا يعني انا افرق مثلا الحين لو اقابلك انا تركي في الشارع مثلا ولو ما اخذ تكرم الساده المشاهدين اقول لك ان رجلي انا اليسار تسواك، هذه اساءه لأن أنا شخص ما أعرفك. لكن إذا كان في كرة القدم على مستوى كرة القدم سعيد العوران اللاعب كابتن كبير كان قصده، أنا ما أدري بس أنا أعطيك التصور اللي عندي، كان قصده أن قدم اليسار اللي هو كرة القدم تساوي تاريخ اللي ذكره، يعني مثلا ما كان يقصد إساءة. طيب هذا التصور. لو إن قالت لك أنت، لو قالها لك سعيد العوران قال لك يا عبد العزيز أنا قدمي اليسرى تسوى تاريخك الصحفي، ما عندك مشكله؟ لاعب يا اخوي، لاعب هدف احسن هدف في بلجيكا ولاعب شهير ولاعب خدم الكره السعوديه. انت تشوف انه عادي يقول قدم تسوى تاريخك الصحفي حتى لو كان عشان سجل هدف؟ ايه عادي. طب انت تصور كتركي او البعض يرى ان هذه اساءه، هذه ما هي اساءه، هذا تاريخك الرياضي كره القدم، مو قصده شيء ثاني. لا انا ما اتكلم عن احد، احنا اسالك انت ترى انه لو قال احد عشان يسجل هدف في مباراه مهمه لا انه قدم اليسرى احترام لك تسوى تاريخ. لا معليش، يعني سعيد عويران عشان هدفه بس في هدف بلجيكا، انت هذا اللي قلته مو لاعب شهير، هو اصلا لاعب سعيد عويران يا حتى لو شهير قدم اليسرى وتسوى تاريخك الصحفي؟ اي عادي جدا. طيب على راحتك. انت في مشكله بينك وبين خالد البلطان وكانت هي السبب في انك انت تبحث عن هذا الموضوع وتخرج بهالطريقه؟ وش المشكله بيني؟ اسال انا ما ادري ابدا، ما بيني مشاكل، لانه لما طلع الموضوع كل في ناس كثير تكلمت انه في مشكله بين عبد العزيز العصيمي وخالد البلطان. لا ابدا ما بيني مشاكل بوليد، بالعكس بيننا تواصل، وبالعكس هو يمكن زعل شوي من الخبر. شوي ولا كثير؟ ما انا ما ادري، لكن الظاهر تضايق من الخبر، طبيعي يضايق الرجال، كان في جريه شوي سعيد عويران على خالد البلطان وخالد البلطان يمكن تضايق شوي، هذا شيء رجعنا. انا ما همني، انا همني صحيفتي، انا شوف
صراحة في أبحاث عن ما يهم الخبر يهم يعني أنا كشخص كم صحيح. أنا والله ما يهمني يرضى فلان يزعل فلان تركي. أنا شوف في النهاية أنا يهمني شيء واحد، رضا الله عز وجل ورضا صحيفتي ورضا نفسي يعني.